الكثيرون يجهلون ماهية مرض سيلياك. هذا المرض الذي يصيب الأمعاء الدقيقة للإنسان ما يلزمه بضرورة اتباع حمية غذائية خاصة ومواد غذائية معينة ليحول قرار تقليص الاستيراد حياة مرضى سيلياك إلى جحيم، وهذا بسبب نقص موادهم الغذائية في السوق. يعني شوية باش نحوسوا على ديبلاسي، وكان يطلع لي يطلع لفرنسا يطلع لي راح لتونسي راح باش نجيبوا الماكلة ونروحوا. جست باش نجيبوا الماكله تاعنا ونجيو. صح كاين لوكال، الماكله تاع لوكال مليحه، مي مش كل بوغ لي زونفون، سورتو لي زونفون، سورتو لي بونبون لي غاتو كل سي با باغي. سورتو على بالك لي بري سون بو شير، ميم لوكال اي سون شير بوغ سيرتين بيرسون اي سون شير. هذا المرض المزمن الذي يلازم المريض طوال حياته دفع بجمعيات بقسنطينة الى المطالبه بتسهيلات للمرضى. بما انه مرض مزمن مدى الحياه يديروا لهم بطاقات الشفاء كاي مرض مزمن، وفروا المواد بدون غلوتين، والهدف الثالث نديروا لهم حماية المستهلك بما أن المريض راه مستهلك 100% هذه المواد. يبقى قرار تقليص الاستيراد نقمة على الكثيرين خاصة منهم ذوي الأمراض المزمنة، ما يستوجب ضرورة إعادة النظر في القائمة المقلصة حفاظا على صحة المرضى وحياتهم.